السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي قناة هناء حسين. أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه عشان يصلكم مني كل جديد، وإذا عجبكم فيديو النهاردة بإذن الله تدوسوا على زر الإعجاب وتشاركوه مع أصدقائكم علشان تعم الفائدة. النهاردة إن شاء الله هنعمل أكلة بيحبها كل الناس، المكرونة بالبشاميل. هي سهلة جداً، بس في ناس كتير يعني ما بتعرفش تظبط البشاميل. النهاردة هنشوف الطريقة وهتعجبكم جدا. اول حاجة المقادير، انا معايا كيس مكرونة وزنه كيلو، هحتاج ملح وفلفل اسود للتتبيل، معلقة سمنة علشان احمر فيها الدقيق للبشاميل، نص كيلو لحمة مفرومة ومتعصجة. اللي مشترك في القناة، انا عاملة فيديو عن العصاج، بعمله بشيله في الفريزر فبيوفر عليا وقت لما اجي اعمل اكلة زي دي، ما تاخدش وقت، بطلع الكمية اللي انا عايزاها وبستخدمها على طول. هستخدم دي الابيض، انا هستخدم النهاردة 5 معالق كبار من الدقيق. معايا لبن، او لو عندكم شوربة بتستخدموا ايا كان، او مزيج من الاتنين لبن وشوربة. القاعدة بتاعت البشاميل، لان كل معلقة كبيرة من الدقيق بيتحط لها كوباية من السائل، سواء كان لبن سواء كان كريم الطبخ سواء كان شوربة. فانا الخمسة دول هحط لهم 5 لبن او 4 لبن وواحد كريمة وهكذا، فانتوا شوفوا المتوفر لديكم. لكل معلقة كبيرة كوباية من السائل اللي هتستخدموه. انا هستخدم كوباية كريم الطبخ مع 4 كوبايات لبن، اللي عايز يخليها كريمي اكتر يستخدم كمان علبة قشطة. معايا بيضتين، علشان البشاميل بتاع المكرونة لازم يكون يمسك نفسه، علشان اما اقطعها خرط تطلع معايا خرطة سليمة، يعني قطعة سليمة، فلازم بضيف للبشاميل بيض. واختياري بقطع شرايح صغيرة فلفل ألوان أو فلفل أخضر المتوفر لديكو، بيدي طعم وريحة حلوة للمكرونة. بضيفه فوق العصاج لما أحشيه في النص، ده اختياري، ممكن ما تحطهوش. دي المكونات، تعالوا مع بعض نشوف الطريقة. أول حاجة هسلق المكرونة، حطيت المية على النار، هحط فيها ملح، لكن مش هحط زيت. احنا في العادي لما بنسلق المكرونة بنحط زيت عشان ما تلزقش في بعضها، لكن احنا عشان عاملينها للبشاميل عايزينها في الحقيقة تلتصق لما نحطها في الصينية مع بعض مع البشاميل، وعشان لما نقطعها بعد ما تخلص نطلعها خرط من الصينية. فهنا ما بنحطش زيت، بنحط بس ملح. المية بتغلي، احط كمية المكرونة بتاعتي، هعدي 10 دقايق وارجع لكم. دلوقتي المكرونة بتاعتي استوت، هصفيها في الصفاية السيليكون دي، دي بتتباع في الغرامة اللي عايشين في كندا، حلوة جدا، ما بتاخدش مساحة في التخزين، وفي نفس الوقت يعني مفيدة جدا. حطيت فيها المكرونة بتاعتي، مش هشطه في المكرونة علشان تمسك في بعضها لما احطها في الصينية، فانا بس كل شوية هاجي انطقها كده علشان يعني ما تتكتلش كتل وتلزق في بعضيها ومعرفش احطها في الصينية. دلوقتي انا العصاب جاهز معايا والمكرونة سلقتها وبصفيها، دلوقتي هبتدي اشتغل على البشاميل. حطيت السمنة بتاعتي في الحلة وهضيف لها الدقيق وهبتدي احمره. انا مش مستخدمه كميه سمنه كتيره، علشان كده اول ما حطيت الدقيق شرب السمنه، بس انا بكمل تحميل، انا عايزه ياخد لون غامق شويه. اللي ما بيزبطش معاهم البشاميل ما تقلقوش، حتى لو ضفتوا له السائل وكلكع بتاخدوه تضربوه ضربة في الخلاط بيفك ويبقى حلو جدا، يعني ما تقلقوش خالص. دلوقتي انا بقالي 4 دقايق بحمره على النار، دلوقتي هبتدي اضيف له اللبن. هحط
دلوقتي انا ضفت 4 كوبايات لبن، ومعايا كوباية كريمة طبخ على جنب لسه مش هحطها دلوقتي، وبوطي عليه النار. ممكن احط الملح بتاعي، الفلفل الاسود، واستمر في التقليب لغايه ما يبتدي يديني سمك. هقلب فيه وارجع لكم. دلوقتي الخليط ابتدى يتقل معايا زي ما انتم شايفين، بقى له سمك شويه، فهضيف له دلوقتي كريمة الطبخ، واللي حابب يضيف القشطة يضيفها. انا بالنسبة لي هكتفي بكريمة الطبخ، وهنستمر في التقليب. ايدنا فيه ما بنشيلش المضرب اليدوي منه علشان ما يلتصقش في القعر او يشيط ويعمل طعم وحش للبشاميل. هو اكتر حاجة في المكرونة بتاخد وقت هي البشاميل، هنكون صبورين في المرحلة دي. هفضل اقلب فيه وارجع لكم. دلوقتي البشاميل اللي بقاله 7 دقايق على النار زي ما قلت لكم، على نار هادية جدا، لسه حتى ما وصلش لمرحلة الغليان. زي ما انتم شايفين السمك بتاعه كمان لما بيتفي عليه النار بيكون اسمك من كده بعد ما يقعد شوية. كمان نلاحظ ان احنا هنحط فيه بيضتين هيخلوه يمسك كمان شوية، علشان البيض لما نحطه ونربه فيه لما تيجي تسوي هيخلي المكرونة متماسكة مع بعضها. دلوقتي هطفي عليه واسيبه يبرد، مش هحط البيض دلوقتي، هحط البيض لما يبرد شوية. دلوقتي زي ما قلت لكم البشاميل لما بيبرد بيتقل زي ما احنا شايفين. دلوقتي هضيف له البيض، ادي بيضة وادي التانية، وهبتدي اخلطهم مع البشاميل بتاعي بعد ما برد. دلوقتي كل حاجة جاهزة عندي للتجميع. اول حاجة هدهن الصينية بتاعتي، بضغط الطبقة الفوقانية كويس عشان لما اغطيها بالبشاميل ما تبقاش حتت عالية وحتت منخفضة. وده بيكون شكل الصينية بتاعتنا قبل ما ندخلها الفرن. زي ما احنا شايفين الوش متغطي تماما بالبشاميل، ولا قطعة مكرونة باينة من البشاميل. الفرن متسخن على 200 درجة مئوية، هدخلها هتاخد حوالي من 35 لـ40 دقيقة. كل حاجة مستوية بس البشاميل يختلط بالمكونات ويمسك المكرونة مع بعضها. هدخلها الفرن وارجع لكم. مر حوالي 25 دقيقة، انا بفتح ابص عليها زي ما انتم شايفين بتغلي، وجزء من الوش بدأ يحمر، خلي عيني عليها. دلوقتي عدى 35 دقيقة وانا نقلتها في الرف العلوي علشان تاخد الوش ياخد لون. هسيبها حوالي 5 دقايق وارجع لها. دلوقتي انا طلعت صينية المكرونة بالبشاميل من الفرن، شايفين شكلها عامل ازاي، شايفين الجمال بتاعها، روعة وتحفة وريحتها تجنن.
دلوقتي انا هسيبها تبرد وارجع ونقطعها سوا مع بعض ونشوف شكلها عامل ازاي. دلوقتي انا هحاول اقلب صينية المكرونة. الاول هسلكها من الجوانب، انا عاملاها في صينية تيفال فاتمنى انها تتقلب معايا. بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين. ما شاء الله شايفين الجمال؟ شايفين؟ دلوقتي هنقطع المكرونة مع بعض. شايفين ماما؟ شايفينها متماسكة ازاي؟ اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم دوسوا على زر الاعجاب وشاركوه مع اصدقائكم علشان تعم الفائدة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم قريب على قناتي قناة هناء حسين، وبالهنا والشفاء إن شاء الله.